ندخل في الشاهد الثامن، الشاهد القرآني الثامن من شواهد اليوم الموعود في القرآن الثامن، سنة الله، سنة الله في الانتظار، سنة الله في الانتظار. أليف، قال العلي القدير: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. اذهب وابحث عن هذا المعنى. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا، ما هي مواصفات يوم الفتح؟ مواصفات يوم الفتح، تعرف يوم الفتح من هذا، من هذه الصفة، من هذا الشرط: لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر، فأعرض عنهم وانتظر، إنهم منتظرون. فأعرض عنهم وانتظر، إنهم منتظرون. هذه في سورة السجدة. باء، قال تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا، أيضا هذا انتظار، وارتقبوا إني معكم رقيب. سورة هود. جيم، قال الله مولانا: وقل للذين لا يؤمنون عملوا، وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. سورة هود. دال، قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك، إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالت رسلهم، لاحظ خطاب عام، نهج عام، سياق عام، سنة كونية، سنة إلهية، سنة رسالية. يقول: قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الكل ينادي بهذا النداء، الكل يتحدث بهذا الحديث. يقول: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قانون إلهي، وعد إلهي بالصبر، بالترقب، بالانتظار، والنتيجة الثار الثار، النتيجة النصر النصر، النتيجة الفتح الفتح. إذا نقول: ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا وانتظر إنهم منتظرون، وارتقبوا إني معكم رقيب، وانتظروا إنا منتظرون، ويؤخركم إلى أجل مسمى، ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.